أما هلأ حنروح لمساحة جديدة ومساحة تربوية، ودائما نحن بنضوي ضمن صباحاتنا على الطفل وبنشوف اليوم شو عم بيعاني من مشاكل، وخاصة بصعوبات التعلم اللي لها أنواع كتير كبيرة. اليوم رح نحكي عن الأفاسيا أو الحبسة، يمكن هذا المصطلح ما كتير منتشر. اليوم رح نتعرف من خلال ضيفتنا عن معنى هذا المصطلح، شو هو هي الحالة ومين ممكن الأطفال اللي بتصيبهم. هلأ خلينا نقول الدراسات المصطلحات الطبية هي عدم أو فقدان جزئي للفهم الكلام إن كان المقروء أو المنطوق. صحيح رشا، هي كمان القصة بتتعلق بتضرر مناطق بالدماغ هي بتكون مسؤولة عن تفهم اللغة أو نطق الكلام. هي الأفازيا هي يمكن نوع من أنواع الحبسة، كتير من الأطفال ممكن أنهم يعانوا منها، يكون ممكن ما بنعرف، يمكن تكون نتيجة صدمة أو ممكن نتيجة شيء عندهم بالدماغ. هي المنطقة المسؤولة عن فهم الكلام المنطوق أو المكتوب حتى. رح نتعرف أكثر على تفاصيل بهذا الموضوع مع الأخصائية التربوية خنساء بدوية. سعد صباحك. صباحك يسعد صباحك. صباح الخير دكتورة. صباحك. كيف صباحك؟ تمام الحمد لله. أنت اشتقنا لك. والله وأنا كمان. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نسمع بمصطلحات جديدة، يعني حالات جديدة ما كانوا موجودين. يعني بترجعي من ايام زمان، ايام ستي وستك بيقولوا لنا انه ما كان فيها القصص طبعا كلها يعني. اكيد. إيه. فخلينا نعرف اليوم بالافازيا شو هي. هلا غالبا نحن نستخدم المصطلحات المكرره بالمجتمعات. يعني اليوم انا وقت اللي بدي احكي افازيا انا عم بحكي عن الكلمه بالمصطلح الاكاديمي او التعليمي العلمي. النفسي الطبي، ولكن انا اذا بدي احكي بيني وبين شخص عادي او بمجتمعي ممكن اقول انه هي حبسه كلاميه، او انه انا ابني مصاب بحبسه، او والدي ولا اصيب بحبسه. فهي اصطلاحي أو كمعنى شامل تعريفيا أنا فيني أقول هو عدم القدرة على الإدلاء بالكلام المنطوق أو الكلام المقروء، أو ما فيني أنا أتلفظ الكلام بالشكل الصحيح والمناسب بالوقت المناسب. ممكن إني أستخدم المصطلح بشكل خاطئ أو بشكل شقلبي أو بشكل عكسي. ممكن كمان إنه ما يكون عندي القدرة على الكتابة بالأسلوب الصحيح أو الفهم للكلام المكتوب بشكل صحيح. طيب بنشوف أطفال عندهم هاي الحبسة الكلامية أو الأفازيا، بيكون أول مراحل تطورهم بالسنوات الأولى ممكن يكون الأمر طبيعي. فممكن الأهالي أنه يفهموا هذا الموضوع أنه حبسة كلامية وأنه ما عم يقدر يحكي أبداً أو ما عم يقدر يقرأ. شو هي الأعراض يلي بتكون واضحة على الطفل أو ممكن في أشخاص كبيرة حتى؟ طبعاً أكيد. هلأ نحن الأفازيا خليني أقول بالمصطلح النسبة تبعها فيني أقول أنه هي بتصيب 15% من الفئة المجتمعية، وغالباً بتصيب هي يعني خليني أقول هي النسبة المئوية بتكون مع الكبير مو مع الصغير. يعني بالأعمار اللي بتتجاوز عمر الأربعين. طبعا هي ناتج عن جلطة دماغية أو خليني أقول أوردة دماغية ما عم يصل الدم بالتدفق الصحيح، ممكن يكون ورم كمان. نحن بس نقول حبسة كلامية للأهالي أو أفازيا، لا ابني عنده جلطة، لا في أهالي واعية أو في أهالي هي فهمانة شو هي أفازيا، فهي أو في أهالي بتمسك بتكتب لك على الإنترنت بتجي بتعطيك المصطلح بالمعنى الشامل إنه شو عطاها جوجل، إنه شو حكى لها جوجل، يلا أنا حكيت مثله. فبتتعرض لصدمة إنه لا أنا ابني ما عنده جلطة، ما مو أصيب بجلطة، ما عنده ورم، بيروحوا لك للمنحط الطبي. لا مو ضرورة بكون عم أقول أفازيا، يعني أنا عندي مشكلة عارمة وكبيرة. ممكن تكون هي عبارة عن حبسة كلامية بسيطة أو حبسة حرفية بتصيب الطفل. اليوم الطفل ما بيصاب بحبسة كلامية بشكل كامل. من أي عمر فينا نقول؟ ممكن هي من عمر الأربعة للستة هي غالبا بنشوفها. ممكن يصيب بحبسة حرفية إنه ما يعطيك الحرف الصحيح بالمكان الصحيح أو ما يطلع الحرف، ونحن بنروحهم لاضطراب بالنطق انه صار عنده ابدال وتشويه وحذف واضافه وتقديم. هي بمنحى الطفل، ولكن بس اقول افازيا روح للمعنى الادق والاكبر للعمر الاكبر للاشخاص يلي عم تصاب بحالات مرضيه ضمن العمل الجراحي. احيانا بصير انه انا في عمل جراحي لمريض ممكن يكون بالدماغ، فانا تعرض الدماغ لمشكله ما فاصيب بافازيا. فهون المصطلح بيكون طبي اكثر من مصطلح علمي.
طيب دكتورة، خلينا دائما هيك بنحب من خلال وجودك نعطي أمثلة يعني اليوم كرمال تصل الفكرة بشكل أوضح. يعني خلينا بالأطفال، قولي الكبار اليوم يعني قطعوا مرحلة الطفولة وقلنا الجلطات الدماغية هي عم تكون سبب هي الحبسة. اليوم الطفل شو هي، أعطينا شوية أمثلة شو ممكن يعمل أو الكلام يعني. هلا اليوم مثلا أنا إذا بده يجي يشرب مي يقول لي مثلا أنا بدي أشرب مي، ممكن يقول لي أنا بدي آكل مي. لا نحن حبيبي ما بنقول بدي اكل مي، انا بدي اشرب مي. ممكن يحذف الكلمات اللي قبل انه انا بدي اشرب او انا بدي يقول لك انا كنت عم باكل امبارح وشربت اول امبارح، ببلش بيعطيك المصطلح باسلوب تبع انه تفاوت الكلام، يعني ما عم يعطيك اياها بالدرجه الصحيحه. انا كطفل طبيعي ممكن اجي لعندك لا يا ماما اقول لك ماما عطشان شربيني او اعطيني مي، بدي عصير، بدي كولا، بحدد لك. هون بهي الحاله عند الطفل ممكن ما يعطيك التحديد الصحيح، او ممكن يقول لك بدي اشرب تفاحه، بدي مثلا اشرب موزه، ما يعطيك المعنى الصحيح. هو مضيع المصطلح هو هون أيوة او تماماً. ما يعني في حاله ضياع للمصطلح تماماً. هي انه انا ما عم بعرف اعطي المصطلح بشكل صحيح بمكانه الصحيح، وانا قدرتي الكلاميه ما عم تتيح لي استخدم الكلام بالاسلوب الصح. فهون انا شغلتي وجه الكلام بالاسلوب الصحيح، عيد ترتيب الكلام مع الطفل بالاسلوب الصحيح. نحن ما بنقول بدنا نشرب، بدي اكل تفاحه، بدي اشرب مي، بدي اشرب عصير، بدي اكل تمام. ايه طبعا هي المعنى تبع الطفل. او ممكن يقول لك ماما انا كنت، ما يقول لك انا كنت بدي اروح مشوار، يقول لك انا كنت قاعد بمشوار يعني. او ممكن يقول لك انه انا ما كنت عم بلعب، يستخدم اسلوب انا لعبت بالمرجوحه، لا انا رحت قعدت نمت بالمرجوحه، او قعدت او بيتي المرجوحه، بيعطي المصطلح اللي مو صحيح للكلام اللي عم بيقوله. هي اعراض، ممكن هي الاعراض تخلي الاهل اليوم ينتبهوا. ايوه تماما. انا كأم لازم اعرف انه انا بلش عندي في تغيير بالكلام، معناتها انا رحت لمنحه انه انا طفلي ما عم يعرف يستخدم اللغه بالشكل الصحيح، الكلام المنطوق عنده ما عم يستخدمه بالشكل الصحيح. نحن بنقول دائما انه الافازيا هي بصيب الجزء الايسر من الدماغ او من المخ، بس في عندي نسبه من الناس، هي طبعا نسبه متفاوته استاذه، بتصيب الجانب الايمن من الدماغ. ونحن بنعرف انه بس يصيب جانب ايسر معناتها انا عندي الساحات الكلاميه او الباحات الكلاميه بروكا فيرينكا الى اخره. وقت اللي بصيب الجزء الدماغي الايمن معناتها انا ممكن تلقي الكلام من ناحيه استيعاب وفهم ما عاد فيه، ممكن احكي بشكل تراتبي مو صحيح. في اطفال بتصاب هي بالمرحله الجنينيه او بالمرحله التكوينيه بيكون عنده اصابه، فهي الاصابه ما بتتجلى مباشره بالعمر السنوي تبعه، لا ممكن وصل لعمر 8 سنوات تبلش تبين معي هي المشاكل من الناحيه الكلاميه. فهون انا برجع بقول طبيعه التراتب الكلامي عند الطفل، شلون بيستخدم الكلام، شلون بيعطيني الكلام، هون بيبين لي. في اشخاص بدون ما يكون عندهم مشكله هن المشاكل هلا على الشوبات على هالضغط، يعني نحن لازم الكل عنده لو حسه. كنا عم نحكي جوا وعم نقول انه هلا بالضغط الحراري او بالجو الحراري اللي كثير مرتفع وصلنا انه نحن الهاليه طبعا الهاله الفمويه عم يصير فيها جفاف، فانت الاحرف عم تطلع معك بطريقه مو صحيحه، او مثلا بتحسي التاء عم تطلعيها طاء، الباء عم تطلعيها باسلوب خاطئ، هي لانه انا صار عندي جفاف فموي نتيجه ضغط. يعني هي مرقت معنا شوي، اعذرونا اليوم حبسه من لا انا ما قصدي هون على الحبسه، قصدي على الاستيعاب. يعني انت بتكون عم تحكي الشخص شيء هو بس صافد ما عم يستوعب شيء ولا عم يفهم. هذا حبسه ضغطيه اسمها حبسه من اسباب الفيرينكا او اسباب الافازيا، هي انه انا ممكن يكون عندي ضغط عم يصير على الجمله الدماغيه بالجهه اليمنى طبعا. لا بالجهتين، الجهه اليسرى. ولكن في بعض الاشخاص ممكن تصاب عندهم الجهه اليمنى، وهن طبعا من 7 ل 15% من الاشخاص، هن يعني هاله معدوده جدا. اوقات مثل ما حكيتي انه الطفل بيتأتأ وبيحكي كلمات ما أنا مفهومه طبعا. او بيحكي بالعكس يعني. هون الاهل والام والاب بيفهموا عليه وبيتركوه ممكن للطفل انه خلص نحن فهمانين عليه. حبوا هيك، حبوا انه يكون ابنهم انه يلدغ بالاحرف، يعمل عكس الكلمات، يعني بتلاقي انه يدخل ربك يعني انه عم يحكي بالعكس تطلع حلوه.
قد ايه ممكن انه الاهل ممكن يلعبوا دور بنسبه العلاج او انه يصححوا له ما ياخذوا مثلا عند اخصائي تربوي يصححوا له لحاله؟ طبعا نحن مو دغري يلا جبتي لي اياه وحطي قدامي، لا، لانه في اهم عندها قدره يعني تاخذ ابنها. نحن غالبا بالمجتمع محبب لنا الكلام الغير صحيح عند الطفل، فبتلاقيه وقت اللي بيحكي كلمه حلوه من تمه بتطلع بتقولي شو طلعت ذكيه ولا نكهه، بتحبي يكررها، فانت ما بتحبي يصلحها. هون الطفل عرف انه هي نقطه ضعف عندك، فصار يستخدمه ويستحوذ معك، انه اذا بده شيء بيحكي لك اياها، فانت تلقائيا رح بتعطيه. هون صار اسلوب نمطي عند الطفل، انا ما بدي اوصل مع الطفل ليستخدم الكلمه بطريقه انه انا يستحوذ فيها اهتمامي، لا، من المفروض انه انا اكون عم صحح له اول باول. حلوه كثير وبرافو، بس شو رايك هيك الصح يعني؟ بس كمان مو دغري حسس الطفل باني انا لازم اصدمه، لا، اتركه شوي على راحته. يعني هي باعمار معينه، نحن بس نوصل لعمر السبع وحكينا عمر الخمس سنوات، طبعا الكلام عندي صحيح نظامي الا كم كلمه، هون ببلش بستخدم معه اسلوب التصحيح واسلوب تنقيه الكلام بشكل صحيح. طالما ما في حاله مرضيه فنحن الوضع طبيعي أكيد. بحاجه لوقت. هو بشكل عام اي طفل الكلام عنده ما بيصيبه ثبات لحد ما يطلع عن عمر الخمس سنوات، وطبعا احرف كثير عند الطفل بتكون تطلع بشكل عشوائي مثل السين والثاء، الشين والثاء، يعني هدول الاحرف عند الطفل دائما ملعوبه او ملغمه. رضا بنتي اللي رضا حكيناها يعني ممكن الاهل لحالهم يقدروا يعالجوا الطفل؟ طبعا اكيد كله عنده مقدره انه ياخذ لعنده اكيد، وبالذات اذا كان في حدا عم يوجهك بالاسلوب الصحيح. مو دائما نحن بحاجه اختصاصي تخاطب ونطق، لا، احيانا نحن ممكن نعطي التوجيه الصحيح للاهالي يستخدموه مع الطفل بالبيت. اعطينا توجيهات بخطه العلاج اليوم لكل حدا عم يشوفنا اليوم، ان كان حابب يتابع طفله بالبيت او عن طريق اخصائي. ما بقى يجوا لعنده؟ لا يعني هلا نحن بالبدايه وبالهاله الاولى بيتم تقييم حاله الطفل، على اساس التقييم تبع الحاله بيشتغل مع الطفل. ممكن اليوم يجيني طفل عنده هو ابدال بسيط بالاحرف او حذف واضافه او تشويه بسيط لبعض الحروف، هون انا ممكن اعطي الام الناتج الاولي للعمل مع الطفل، الا اذا كان في استخدام خافضه مع الطفل، ونحن بنعرف الخافضه الفمويه عند الطفل المكروهه، وبس يروح لعند الدكتور يفتح له تمه بالخافضه، هون انت عم تعملي شيء كارثي. فكيف بدك تستخدمي معه الاسلوب الصحيح او التحبيب باسلوب الاستخدام الخافضه؟ ممكن انا اوجه الام لآلية تعليم الطفل الحرف بشكل صحيح، ووجهها لاعطاء كلمات معينه. اما من ناحيه الافازيا او الحبسات الكلاميه، فهون انا لا، اجباري لازم اعود لاختصاصي، لانه انا هون عم روح على مجرى كلامي ممكن يكون المتحكم فيه ضربه على الراس، سكته دماغيه، جلطه دماغيه، ممكن ورم دماغي. شو بتنصحي اليوم الاهل لكل حدا عنده طفل بيعاني او حتى شخص كبير بالعمر صارت معه فجأة، شو هي اول في شيء اسعافات اوليه ممكن تصير؟ لا، احنا بنقول انه تقبل الحاله باي منحة كانت، تقبل الكلام اللي عم يثير من الشخص الاخر او من الطرف المصاب. تنمر طبعا، التنمر المجتمعي كثير بنشوفه للاسف، هي الهاله مزعجه جدا، لدرجه انه الطفل بس تشوفيه انه حدا عم يتنمر عليه بيرجع لعندك عم يبكي، ممكن يصير عنده رده فعل انه كريئي تهيئه. فانا لازم اكون الطرف المشجع واللي عم يشتغل على وتيره الدعم النفسي معه، انه لا، حتى لو كان احنا بمرحله معينه رح نحكي انا كنت سابقا هيك، وبالذات الاهالي لانه هن القيادة العليا للطفل. يعني اليوم إذا بتسألي طفل مين مثلك الأعلى بيقول لك ماما أو بابا، ماما لأنه ماما هيك، بابا لأنه بابا هيك، فنحن الشريط الأول للأطفال. إن شاء الله هيك اليوم صوتك يوصل لكل الأهالي، وهدول النصائح يعني يقدروا أنه ينفذوها مع أطفالهم اللي عندهم حالات. ودائما بنقول التقبل، وخاصة التقبل الأهل لوضع الطفل طبعاً. وما يضل بالعتمة، أحيانا في أهالي بيخبوا هذا الطفل للأسف. ما يعني في عنا حالات موجودة أكيد. يعني وأكيد اليوم الأهل، المدرسة والطبيب الأخصائي هن لهم تشاركية بدعم هذا الطفل. نتشكر حضورك لليوم الدكتورة بدي. خنساء البدوي، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتيها. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافية.